علاقة بين الديناميك فيسكوسيتي عشان هاي هذول راح يميز بينهم عندي الابسولوت فيسكوسيتي الرمز تبعها ابسولوت او ديناميك فيسكوسيتي نيو وحدتها الاس اي باسكال سكند لكن في ناس بيستعملوا البويز والسنتي بويز بعدين عندي الكينيماتيك فيسكوسيتي رمزها كانه في انا ما اعرفش اذا هذا اللفظ هو في من اليوناني من الاغريقي في بتساوي نيو على رو ورو اللي هي density فبتصير عندي هاي هي absolute viscosity على density بتطلع على اليونتس هون عندنا شو راح تصير اليونتس عندي هاي باسكال سكند وايش وحده رو كيلوغرام بير كيوبيك متر طيب لو بدي اتخلص الباسكال شو هي نيوتنز بير سكوير متر مش هيك نيوتنز سكوير متر وعندي هون سكند وعندي هون كيلوغرام كيوبيك متر طيب نيوتن ايش ماس في اكسلريشن اذا كيلوغرام والماس الاكسلريشن ايش بحطها متر سكوير سكند سكوير هلا مترز متر ماينس 2 راح يضل عندي متر ماينس 1 بير سكند سكوير وسكند راح يضل عندي سكند هون وعندي تحت هون كيلوغرام كيوبيك متر كيلوغرام بشطب مع الكيلوغرام عندي متر ماينس 2 بيطلع فوق بصير متر سكوير ماينس 1 بصير متر لا في شيء غلطنا فيه شيء ايش اللي غلطنا فيه؟ متر هاي ماينس 3 مش هيك؟ فبتصير هاي متر سكوير بير سكند لاحظوا هاي كينيماتيك فبطل فيها كيلوغرام الدايناميك كان فيها باسكال فيها وحدة فورس هاي فيش فيها غير مترز وسكندز عشان هيك سميناها كينيماتيك فيسكوسيتي ويستعمل فيها اللي شائع اكثر زي هون بالبويز الستوك والسنتي ستوك وكمان طلعوا لي نفس الشيء زي ما راح تعمل في البويز شوف ايش العلاقه بين الستوك والمتر سكوير بير سكند والسنتي ستوك السنتي ستوك واحد على 100 من